بالمنهج الذي كان عليه الصحابة، القرآن والسنة على فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وكان الاستسلام للنص واضحا في حياتهم. يعني جابر بن عبد الله مرة في غزوة نزل عن دابته يمشي، فقال له واحد: ليش تمشي وعندك دابة؟ تعب نفسك. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فكل الناس تواثبوا عن دوابهم، فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه، كما قال الراوي، رواه ابن حبان وحديث صحيح. حتى العوام يا أخوان، حتى العوام يعني كان عندهم استسلام. قال أبو إسحاق الحبال: كنا يوما نقرأ على شيخ فقرأنا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. إيش يعني قتات؟ نمام الذي ينم عنك خفية وينقل الخبر عنك خفية للإيقاع بك. لا يدخل الجنة قتات. كان في الجماعة رجل يبيع القت، هذا على في الدواب يعني ما له علاقة بالموضوع، لكن هو فهم لا يدخل الجنة قتات، فهم يعني. فقام وبكى وقال: أتوب إلى الله. فقيل له: ليس ذاك، لكنه النمام الذي ينقل الحديث من قوم إلى قوم يؤذيهم. فسكن وطابت نفسه، يعني كان واحد استعداد يبطل الشغلة كلها يعني خلاص. قال عبد الواحد بن زياد، وهذه كما هي في العامة في العلماء: لقيت زفر بن هذيل رحمه الله، زفر من كبار أصحاب أبي حنيفة، فقلت له: صرتم حديثا في الناس وضحكة. قال: وما ذاك؟ قلت: تقولون ادرأوا الحدود بالشبهات، ثم جئتم إلى أعظم الحدود وهو القتل، فقلتم تقام بالشبهات. قال: وكيف ذلك؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر، وأنتم تقولون يقتل بالذمي. قال: فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه. قال الذهبي: هكذا يكون العالم وقافا مع النص. ما كان عنده النص، لما بلغه لا يقتل مسلم كافر خلاص، لا يقتل مسلم كافر انتهينا. كان السلف يشتد عليهم أن يعارض النص الشرعي أحد. ولما سمع عبادة بن الصامت وقد روى للقوم حديث نهى عن درهمين بدرهم، سمع واحد يقول: ما أرى بهذا بأسا يدا بيد. قال: أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: لا أرى به بأسا، والله لا يظلمني وإياك سقف أبدا. لما ذكر مبارك حديث لا يزني الزاني وهو مؤمن، قال قائل: ما هذا؟ كيف يعني كيف؟ قال: على معنى يعني هذا كأنه ينكر. غضب ابن مبارك وقال: يمنعنا هؤلاء أن نحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما جهلنا معنى حديث تركناه، لا بل نروي كما سمعنا ونلزم الجهل أنفسنا. خلاص يقول: نحن ما فهمنا، الخلل من فهمنا، هو هذا، هو كذا الحديث. والمقصود لا يزني الزاني وهو مؤمن يعني ينحط عن رتبة الإيمان، لكن لا يخرج عن دائرة الإسلام. لما قرئ عند هارون الرشيد رحمه الله حديث التقى آدم وموسى، واحد جالس قال: أين التقيا؟ كأنه يعني يستنكر يعني، وين التقيا؟ وين إيش جاب موسى لآدم؟ وين؟ فغضب الرشيد غضبا شديدا وقال: تعترض على الحديث علي بالنطع والسيف، فأحضرت الجلد هذا الذي تقص عليه الرقاب. فقام الناس يشفعون فيه، فقال الرشيد: هذه زندقة. ثم أمر بسجنه وأقسم أن لا يخرج حتى يعترف من الذي ألقى إليه هذه الشبهة. فأقسم بالأيمان المغلظة ما قالها له أحد، وإنما كانت بادرة، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه منها. من تظنون هذا الرجل؟ عم هارون الرشيد. ما عنده استعداد يقطع رقبة، ما عنده مانع يقطع رقبة عمه لأنه اعترض على النص.